حضور متباين للمنتخبات العربية في مونديال قطر، ما بين ظهور مخيب للآمال للعنابي القطري وخسارة في أول مباراتين بهدفين دون رد أمام الإكوادور وبثلاثة أهداف لهدف واحد أمام المنتخب السنغالي، وظهور يعني بالنسبة لمنتخب تونس عودنا على هذا الأمر في المونديالات. المغرب تستعيد زئيرة، والسعودية أمام فرصة تاريخية لتكرار إنجاز جيل 94. وعدناكم طبعا بكابتن نادر منصور، ولكن حنحل به في الفقرة الأخيرة، ونواصل الحديث عن المونديال والظهور العربي مع المحلل الرياضي المعروف الدكتور أيمن لطيف. مرحبا بك دكتور أيمن، ومشرفنا منورنا اليوم. يا مرحبا بك يا محمد خير، وتحية لك وتحية لكل السادة المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله إنه اليوم يعني نقدم شيء مفيد بخصوص هذا المونديال الاستثنائي إن شاء الله. صحيح. طيب يعني نبدأ مباشرة بالمنتخب القطري. يعني إلى أي مدى خيب المنتخب القطري الآمال والخسارة في أول مباراتين كأول منتخب للدولة المنظمة والدولة المضيفة يغادر من الدور الأول ويخسر أول مباراة؟ نعم. طيب يا محمد، نحن طالما حنبدأ بالمنتخب القطري، معليش خليني يعني أديها فرشة كده أقل من دقيقة عن المونديال عموما، في نعم. المونديال اللي هو المونديال الاستثنائي. صحيح. في دولة عربية وفي الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ المونديال. نعم تفضل. يعني خلينا نقول أول شيء إنه يعني إحنا لابد إنه نسجد تحية لقطر لتنظيم هذا المونديال الاستثنائي، واللي هو يعد من أفضل كؤوس العالم حتى الآن تنظيميا وفنيا. يعني الإنجاز اللي حققته قطر والعمل اللي قامت به قطر خلال 10 سنوات حقيقة هو إنجاز يرتقي لمرتبة الإعجاز. يعني في ظل حصار كان مفروض على قطر اقتصاديا وسياسيا من جانب دول كثيرة من ضمنها دول عربية، قطر نجحت في أنها تخرج لنا يعني مونديال، أنا أعتقد أنه مونديال يعني مشرف ويحكي الصورة مختلفة للعالم الغربي. صحيح. عن العالم العربي. ندخل مباشرة للمنتخب القطري، خلينا نقول بنفس الغدر اللي نجحت فيه قطر في التنظيم على العموم، نقول بأنه المسؤولين في عن المنتخب القطري فشلوا في انه يقدموا لنا المنتخب القطري بالصوره المنتظره. نعم. ونحن محمد خير لما انت دائما تيجي تتكلم في كره القدم او في اي مجال، انت عندك مثلث النجاح. مثلث النجاح اللي هو فيه الرغبه والمقدره والتوفيق. دي قاعده ثابته. المنتخب القطري او المسؤولين في قطر على مستوى الدوله على مستوى الاتحاد يعني كان الرغبه كانت متوفره لديهم لانه يقدموا شيء ولانه يحققوا، والا لما بذلوا كل هذا المجهود ولا ما صرفوا كل هذه المليارات الدولارات لتنظيم كأس العالم. لكن لما نجي للمغدرة، خلينا نقول بأنه المنتخب القطري كمغدرة مالية كمغدرة مادية ما توفر للمنتخب القطري، أنا أعتقد بأنه مش للمنتخبات العربية على مستوى. صحيح. العالم لم يتوفر لمنتخب سواء كان في أوروبا أو حتى في الأمريكتين. نعم. لكن التوظيف لهذه الإمكانيات المهولة الإمكانيات الضخمة، خلينا نقول نبدأ بالمدرب. أنا حقيقة محمد خير يعني استغرب إنه المدرب هو حقيقة يعني نحن ما ننتقص من غدره، لكن نقول بأنه لكل مرحلة رجال، والمدرب فيليكس سانشيز يعني هو غادر المنتخب القطري، هو يعني ممكن تقارنه باللعيبة اللي تدرجوا في المراحل السنية، هو طبعا كان في أكاديمية برشلونة واستخدموه في هو من 2006 مقيم في قطر تقريبا. نعم. فهو يعني شبه تشبع بالروح القطرية لكن كإمكانات هو يعني كل السي في بتاعه انه درب منتخب قطر تحت 23 سنه وتحت 20 سنه. نعم. من اكاديميه اسباير. صحيح. هو مدرب متخصص في المراحل السنيه. ايوه تحديد. نعم. وهنا ده. نعم. هنا الفريق وجاء مباشره استلم تدريب المنتخب القطري وحقق معاه يعني وصل معاه لكاس اسيا 2019 تقريبا، وقدم مباريات على مستوى، لكن الان انت في مرحله يعني كان توج باللقب بعد نتائج كبيره توج باللقب. نعم. هو لم يخسر في مرحله المجموعات وفي المراحل الاقصائيه حتى وصل النهائي، وكان عنده ريكورد عالي من الاهداف تقريبا 16 هدف. فهي يعني نحن لما نتكلم انت دائما المدرب الان مثلا اذا تحدثنا عن الدوريات، انت كدوري محلي بيختلف لما تيجي تنافس غاريا، وحتى في الغارات انت اسيا كغاره تختلف المنافسة فيها عن إنك تنافس في منافسة كبيرة زي كأس العالم، أنت بتواجه منتخبات مصنفة ومنتخبات طموحة كأس العالم. فالحديث كان يا محمد خير الحديث كان عن زيدان ومورينيو. نعم. كمثال يعني. صحيح. شابي هرنانديز، أرسين فينجر في فترة من الفترات. أيوة. نعم. أيوة. يعني أنت لما تيجي تعمل هنا الكومباريزون المقارنة تلقاها معدومة. صحيح. يعني بين. نعم. فيليكس سانشيز كاسم يعني الآن في السي في بتاعته فيليكس سانشيز حيخد بأنه
يعني افضل انجاز او افضل ظهور له او افضل تواجد له انه درب المنتخب القطري في كاس العالم. صحيح. يعني ده بالنسبه له يضاف هو للسي في بتاعته، مش يضاف للمنتخب القطري. فدي الناحيه. الناحيه الثانيه، انت لما تجي تاخذ المنتخب كاعداد وكجاهزيه، عندك الجاهزيه البدنيه والذهنيه والفنيه، يعني دي بالنسبه لكل الانديه والمنتخبات. اذا تحدثنا عن الجاهزيه البدنيه والفنيه انا بخليها لتر، نتكلم عن الجاهزيه الذهنيه او الجاهزيه النفسيه يعني المنتل. انا بقول انه المنتخب القطري يعني العنوان العريض له دي بطوله الانهيار الذهني والنفسي للمنتخب. نعم. القطري. يعني يا محمد خير، اي متابع او مشاهد لمباراه المنتخب القطري والاكوادور في اول نصف ساعه يعني بيستغرب كانه ده ما المنتخب القطري. صحيح. اللي. نعم. قدم لنا نفسه بصوره يعني مختلفه في بطوله كاس اسيا. فالجانب النفسي او الجانب الذهني والضغط الهاي بريشر اللي كان موضوع على المنتخب القطري بانه مفترض انه يحقق نتائج وانه لابد انه الدوله المستضيفه. صحيح. يمشي للدور القادم بالزخم الكبير اللي كان موجود، بالحمله الاعلاميه. أيوة. نعم. اللي كانت بالتنظيم قطر، كل. نعم. هذه الامور، هل يعني فشل الجهاز الفني والاداري في ابعاد اللاعبين عن الضغوط؟ بكل تاكيد. نعم. لانه هنا انت جيتني للنقطه اللي انا تكلمت لك عنها اللي هي النقطه الذهنيه والنقطه. نعم. النفسيه. يعني كان واضح بانه يعني نحن دائما يا احمد خير بنقول بانه انت عندك يعني الجانب الذهني هو اللي بيتحكم في، يعني مهما كان انت مهاراتك عاليه ومهما كان، يعني نحن لحد الان ما تحدثنا عن امكانيات اللعيبه. مهما كان يعني اذا كنت انت كريستيانو زمانك او ميسي او حتى ماريدونا، اذا كنت نفسيا وذهنيا يعني غير جاهز او عليك ضغوطات حتاثر عليك بدنيا وبالتالي حتاثر عليك فنيا. وده حصلت لميسي نفسه في الكثير من البطولات. نعم نعم. وكثير من اللعيبه كانت تقارن ما بين ميسي برشلونه اللي هو اعظم لاعب في العالم وميسي منتخب الارجنتين اللي هو مجرد لاعب عادي. بكل تاكيد. واذا جيت قارنت يعني ميسي هو ميسي، كريستيانو هو كريستيانو، سواء كان في اليوفي او لكن بدايه تلقى انه الجانب النفسي والجانب الذهني. صحيح. هو المؤثر. فانا بقول انه الاضواء اللي كانت مسلطه على المنتخب القطري والهاي بريشر اللي كان موضوع عليهم ده يعني اثر بصوره كبيره جدا على ظهور المنتخب القطري وعلى خسارته الاولى امام الاكوادور، بجانب الجهاز الفني اللي هو مش يعني بنطعن في امكاناته لكن بنكرر بانه اغلى غامه من المرحله. دي نقطه مهمه جدا. بنيجي لحته ثانيه. طيب ايمن الاعداد الذي توفر لمنتخب قطر يعني. نعم. بعد كاس اسيا وتم. نعم. التامين على بقاء فيليكس سانشيز، شارك في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم. نعم. لعب مباريات وديه على اعلى مستوى، شارك في الكونكاكاف. نعم. يعني تحصل المنتخب على مباريات ومشاركه في بطولات رسميه. نعم. يعني كل هذا الامر الكل كان يتحدث عن عبقريه الاتحاد القطري لكره القدم انه زج بالمنتخب القطري في هذه البطولات، ورغم ذلك. نعم. المحصله كانت كما شاهدنا. هل هو فقط مساله ذهنيه ولا ايضا فنيا يعني هناك اسباب جعلت المنتخب يظهر بهذا المسار الضعيف؟ بوث اوف ذيم، الاثنين معا. يعني الجانب الذهني اثر في اللعيبه والجانب الفني يعني احمد خير. طيب الجانب الذهني عرفنا بسبب الضغوطات الموجوده. أوكي. رغم كل هذه البطولات وهذه المباريات وهذا. نعم. المستوى العالي، لماذا فنيا ظهر المنتخب بهذا الشكل؟ فنيا لانه المدرب اللي هو انا ركزت لك الان على النقطه. نعم. انا اكد بانه يعني اذا كان المنتخب القطري معاه دكه فنيه او جهاز فني اعلى مستوى من المدرب الاسباني فيليكس سانشيز كان يمكن ان يصل بمستوى اخر. ليه يا محمد خير؟ لانه احنا بنلاحظ دائما المدربين العباغره والمدربين اللي بيظهروا في البطولات الكبيره دائما هم بيكون لهم تاثير ولهم تدخلات في الوقت المناسب. يعني احنا في مباراه مثلا مباراه الاكوادور يعني شاهدنا المدرب في لحظه من اللحظات حصل له شيء يعني ممكن نقول بلوك مايند، يعني وقف كانه زي المشجع القاعد بر، يعني تدخلاته ما كان عنده تدخلات حاسمه. صحيح. ما كان عنده شيء. يعني شوف انا اديك مثال بسيط، الفريق بين هيرفين رينارد وحنيجي نتكلم عنه لما نتكلم. نعم. عن السعوديه، وبين فيليكس سانشيز، بين الشوطين شوف الشغل اللي عمله هيرفي رينارد مع لاعبي المنتخب السعودي ولا وفيليكس سانشيز مع المنتخب القطري. حقيقه هو يعني فنيا كان مستسلم. يعني احنا اذا تكلمنا على الجانب النفسي خليناه على جنب، فنيا هو كان مستسلم داخل المباراه. ما شفنا له يعني تعديلات. انت منتخب خاسر بهدفين في مباراه افتتاح وانت منتخب منظم للبطوله بتلعب في ثلث ملعبك، انا كمدرب انا بلعب في ثلث ملعبي ليه؟ يعني ثاني دار ما هو انت عندك مباراتين الاكوادور والسنغال، ولاحظ المنتخب القطري انا بقول اللي هو ما استثمره بانه المنتخب الثقيل يعني في التصنيف هولندا وضع في اخر. نعم. مباراه يعني ما كان الافتتاح. صحيح. يعني انت من الاكوادور ومن السنغال
كان مفترض انه المدرب يكون مركز على انه اتليست يجيب 4 بوينت، يجيب 4 نقاط صحيح. من الاكوادور. ده انا ما حسيت وما شفناه في المدرب فيليكس سانشيز، وده انعكس على اللعيبه. الناحيه الثانيه يا احمد خير، مع كل الاعداد اللي توفر اللي هو كان امتد لستة او سبعة اشهر، كان معسكر يعني يعتبر بمقياس المعسكرات معسكر نموذجي، انه اللعيبه الموجودين في المنتخب القطري على الرغم من الاشاده بهم وبامكاناتهم وكذا، لكن انت اللعيبه دائما عندك اللعيبه في الكواليتي والكوانتيتي اللي هو النوعيه بتاعت اللعيبه والكميه بتاعت اللعيبه المتوفرين عندك. نحن في المنتخب القطري اذا شدنا بلاعبين او ثلاثه انه عندهم امكانيات عاليه زي المعز مثلا الهداف، بتجي اذا اخذت المنتخب القطري كافراد بتلقى انه عند الخبره عندهم ضعيفه جدا في منافسات كمنافسات كاس العالم، بتلقى انه النوعيه بتاعتهم يعني المنتخب القطري ما فيه لاعب خارق للعاده عشان لما المنتخب يكون في دروب هو يشيل المنتخب. صحيح. ده ما موجود في المنتخب القطري، فانت لما تيجي تمسكهم كعناصر بتلقى انه هم اي نعم ممكن المنتخب القطري يقدم لك مباريات، لكن كنتائج امام فرق كبيره من الصعب جدا انه يحقق. طيب يعني ذكرت نقطه مهمه، نقطه ايقاف الدوري والمعسكر الطويل. البعض تحدث انه ابعاد اللاعبين عن اجواء التنافسيه حتى لو كانت على مستوى الدوري القطري اثر بشكل كبير جدا على ادائهم في المونديال. والله هو ممكن يكون في تاثير، لكن من جانب ثاني انا بشوف انه هو جانب ايجابي. فيليكس سانشيز قال تم هذا الامر بالطلب من اللعيبه انفسهم. اوكي. انا بعتبر انه دي ناحيه ايجابيه كبيره جدا. ليه؟ لانه انت الان مقبل على بطوله هي بطوله استثنائيه، يعني انت ما مقبل على كاس اسيا بتشارك فيه كل سنه، انت الان منظم وعندك فرصه ذهبيه. نعم. فلا بد انه توفر كل الاجواء الملائمه. بعدين اللعب في الدوري ممكن ياثر على اللعيبه من ناحيه اصابات من نواحي كثيره جدا، لكن انت الان في المعسكر، وبالمناسبه طبعا المنتخبات تختلف تماما عن الانديه، فانه انت اللعيبه دي انت بتجمعهم. نعم. فبتاتي من بلعيبه عاوز يحصل بيناتهم يعني الموالفة اللي ممكن تحصل دي انت محتاج فيها فعلا لزمن. وانا بعتبر انه يعني 6 شهور او 7 شهور بالنسبة للعيبة اعداد لكاس العالم، طالما انه خاضوا مباريات على مستوى هم مفترض كان انه يكون ذهنيتهم انه هم المباريات دي فعلا اعداد لبطولة كبيرة، ما هي مجرد يعني اعداد والسلام. انا بعتبر انه ممكن يكون الاتحاد القطري يعني شارك بانه ما اعتقد انه اللجنه الفنيه قيمت تقييم يعني مضبوط للمعسكر المنتخب القطري، والا كان الاشكالات الفنيه الموجوده دي كلها كان يمكن تداركها. هلا ومعالجه. طيب عشان نقفل ملف المنتخب القطري الوقت ما يسرقنا. نعم. ونهمل بقيه المنتخبات. صحيح. يعني ما الذي يجب ان يفعله فيليكس سانشيز في مباراه هولندا اليوم الساعه الخامسه مساء، مباراه حفظ ماء الوجه لمنتخب الدولة المضيفة؟ تمام. أنا أعتقد أنه المباراة دي خاصة أنها حاسمة أيضا لمنتخب هولندا. أيوة. المنتخب الهولندي حيدخل يعني وين وين أنه داير يضمن الفوز فقط، داير يضمن التأهل. المنتخب القطري ليس لديه ما يخسره. أنا بصير دائما على الناحية النفسية أنه المدرب والجهاز الفني ككل يجب أنه يعني يوجه اللعيبة بأنه المباراة دي يعني حتدي الانطباع الاخير. الانطباع الاول كان سيء جدا بالنسبه للعالم عن المنتخب القطري، واحتمال كبير جدا يعني حتى بطوله اسيا وما قبل المونديال ما كان في حد متابع اصلا المنتخب القطري. صحيح. فيجب انه لاعبي المنتخب القطري يدخلوا بذهنيه صافيه، وكل لاعب يحاول انه يقدم 200% ما عنده عشان يخرجوا على الاقل، على الاقل اذا ما قدروا يخرجوا بنقطه يعني ما يكون سكور عالي امام منتخب كالمنتخب الهولندي، على الرغم من انه مستواه ليس هو المنتخب الهولندي سابقا. صحيح. لكن لما يجي يلعب امام منتخب غير مصنف كالمنتخب القطري هو بيحاول انه مش بس 3 بوينت. حتى المنتخب الهولندي ما ظهر بالمستوى العالي المعروف به. صحيح. فدي ممكن تكون بالنسبه له مؤشر لبدايه لمرحله قادمه. نعم. على حساب المنتخب القطري، ودي الناحيه المفترضه المنتخب القطري يلعب فيها بتوازن كبير، يؤمن دفاعيا ويحاول انه يطمع. طالما انت البطوله دي غيرت مفاهيم كثيره جدا. صحيح. اذا انت لعبت بتنظيم ممتاز، يعني اذا كان السعوديه هزمت الارجنتين ليونيل ميسي بكل الزخم وبكل الديماريه والامكانيات، فليه انت كمنتخب قطري منظم ليه ما تطمع انك انت تحقق نتيجه ايجابيه امام. صحيح. وتكون مصالحه للجماهير يعني. نعم. في ختام مشاركات المنتخب. نعم. القطري في بكل هذه تأكيد. البطوله وهذا. نعم. ما نتمناه بكل تاكيد بكل مع الاعتذار والاحترام لعشاق هولندا الكتار جدا في السودان. نعم. طيب ايمن نذهب الى منتخب تونس. يعني المنتخب التونسي بدايه قويه امام منتخب الدنمارك، ولكن بعد ذلك خيب الامال في مباراه استراليا. نعم. طيب المنتخب التونسي ومنتخبات شمال افريقيا عموما هي يعني استايله ولعبه دائما اغرب لاوروبا، اغرب للاجواء الاوروبيه.
المنتخب التونسي أمام الدنمارك قدم مباراة كبيرة جدا وكان يستحق الفوز بكل تأكيد. أمام المنتخب الدنماركي كان يستحق الفوز وخرج بتعادل، أنا أعتقد أنه كان مخيب للأمال بحسب مجريات المباراة. ونحن إذا تحدثنا قبل عن مثلث النجاح، الرغبة والمغدرة والتوفيق، أنا أعتقد أنه الآن في حالة تونس الرغبة كانت متوفرة، المغدرة كانت متوفرة جدا، لكن لم يحالفهم التوفيق. نعم. منتخب تونس أمام الدنمارك يعني ممكن نقول هنا سوء الطالع في كثير من الأهداف وفي كثير من الفرص الضاعت أمام الدنمارك. منتخب تونس كان يستحق الفوز بكل تأكيد، والمنتخب التونسي منتخب يعني تضغى عليه الروح أكثر من التنظيم. نعم. دي ناحية إذا قارنته بالمنتخب المغربي أو المنتخب السعودي حتلقى بأنه تضغى عليه الروح أكثر من التنظيم، وطبعا هو مدرب والمدرب الوطني جلال الغادري. إذا تحدثنا عن المميزات اللي في المنتخب التونسي، زي ما قلت لك الروح والجانب المهاري عندهم عالي، لكن دائما بتلقى إنه عندهم اندفاع، أحيانا بيكون اندفاع زايد، أحيانا بيكون عندهم حماس زايد، بيضغى على الجانب الفني، وده أثر كثير جدا في مباريات المنتخب التونسي. إذا نظرنا المباراة الثانية أمام أستراليا، المنتخب من الشوط الأول يعني خاسر بهدف. نحن رأينا المنتخب التونسي بيرمي بثغله ويهمل الجوانب الدفاعية بصورة كبيرة جدا، وكان ممكن يتلغى أكثر من هدف في مباراة أستراليا. إذا نظرت للتشكيل بصورة عامة في المنتخب التونسي، بنلقى أنه المدرب جلال الغادري يعني دائما خير بأنه هو عنده دكة بتاعت يعني كهجوم، عنده دكة ممتازة جدا، لكن هو دائما بخير بأنه يلعب ب3-5-2، وحتى المهاجمين الاثنين ما بيكونوا دائما ان بوكس، يعني بيكونوا مايلين للخارج او للاطراف. وكان لعب يوسف المساكني مثلا لاحظناه. نعم. مع انه يوسف المساكني هو نسبيا يعني العمر تقدم، يعني هو تقريبا 32 سنه يوسف المساكني. بعدين فضل انه يشرك دائما عصام جبالي. عصام الجبالي لاعب بتاع مجهود، وانت لما تيجي تلعب قدام المنتخبات الاوروبيه، يعني اذا كنت لاعب امام منتخب افريقي مثلا، بتركز دائما على اللعيبه اصحاب المجهود واصحاب اللياقه البدنيه. عصام الجبالي المنتخب التونسي اذا كان عنده لاعب مكان عصام الجبالي يستطيع انه يضع الكره في الشباك، المنتخب التونسي كان حقق نتيجه كبيره على الدنمارك، وكان ايضا على اقل تقدير كان تعادل مع طيب يعني تونس تراهن اليوم او تراهن غدا في مباراه امام منتخب فرنسا على الدفع باللاعبين الاحتياطيين. لا. يعني هل هذا الرهان ممكن ان يكون رابح بالنسبه للمنتخب التونسي، ولا احتياطي فرنسا قادر على الحصول على العلامه الكامله واخراج تونس من المسابقه؟ والله هو محمد نحن يعني اذا تكلمنا بمنطقه الكوره، حتى المنتخب الاساسي لتونس دعك من البدلاء، المنتخب الاساسي لتونس امام فرنسا، يعني احنا بنقول انه للاسف انه المنتخب التونسي فرصه تضاءلت بصوره كبيره جدا. صحيح. نعم. هو ممكن يظهر بصوره مشرفه وعودونا فرق منتخبات. نعم. انا مطالب بالفوز منتخبات شمال افريقيا، انها يعني بتظهر يعني دائما هي بتلعب كوره، يعني هم زي ما بيقولوا هم كويرين بيلعبوا كوره. فاذا هم بس نحن دائما الجانب التنظيمي، اذا هم تفوقوا على فرنسا في الجانب التنظيمي في الدفاع، انا اعتقد انه ممكن يحققوا نتيجه ايجابيه امام المنتخب الفرنسي. فقط يركزوا المدرب، يجب انه يركز على السلبيات، التسرع امام المرمى والاندفاع الزايد والحماس الزايد اللي بيتحول لعنف، وكاد انه يكلف المنتخب التونسي بطاقات حمراء في المباراه. نعم. فوز السعوديه على الارجنتين والمغرب على بلجيكا لا مدى ما ممكن ان يكون ملهم للاعبي تونس انه بامكانهم ايضا تحقيق الفوز على فرنسا. نعم. هو طبعا يعني فوز المنتخب السعودي هو وضع كل المنتخبات العربيه في حاجتين، انت عندك ناحيه ايجابيه انه هو ممكن يكون ملهم لكل المنتخبات بانه نحن نستطيع انه نحقق نتائج ايجابيه امام المنتخبات الاوروبيه، وممكن يكون ناحيه سلبيه بانه يضع ضغط عالي على المنتخبات العربيه. لكن انا اعتقد بانه المنتخب التونسي لما يدخل هذه المباراه ما حتكون في ذهنيته المنتخب السعودي وما حققه. ليه؟ لانه هو من المباراه دي مطلبه الفوز، وبعد حتى بعد الفوز هو طبعا الفرصه يعني ضيقه جدا، لكن هم حيلعبوا فقط للفوز. نعم. نعم. حتى لو فازت تونس على فرنسا وفاز استراليا على الدنمارك. نعم. يعني الامور صعبه جدا بالنسبه. نعم. للمنتخب. قبل ما ننتقل انا بقول لك انه العنوان العريض لمنتخب تونس في المباراتين اللي لعبهم واللي طلع منهم بنقطه واحده انه كان بالامكان افضل بكثير مما كان. صحيح. نعم. صحيح. نعم. طيب الاسود عادت لتزأر من جديد.
عادت السود الأطلسي لتزأر من جديد بعد التعادل سلبيا أمام كرواتيا في المباراة الأولى. الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد قبل المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكندي متذيل المجموعة، لتصبح المغرب أمام فرصة لتكرار إنجاز 1986 عندما تأهلت إلى دور 16 الجيل الذهبي بقيادة بادو الزاكي وعزيز بودربالة وكل النجوم الكبار في المغرب في ذلك التوقيت. المغرب أمام فرصة كبيرة جدا يا أيمن لبلوغ الدور المقبل وربما حتى كمتصدر للمجموعة. نعم، هو في كل المنتخبات العربية، نحن لما نتكلم عن منتخبات شمال أفريقيا قلنا إنه هم استايلهم أقرب للكرة الأوروبية. أنا بعتقد إنه المنتخب المغربي هو منتخب أوروبي بهوية عربية. نعم، يعني هو طبعا موجود في مجموعة كرواتيا وبلجيكا وكندا وفي رصيده الآن 4.4 نقاط، وهو بصورة كبيرة جدا المنتخب المغرب ممكن نقول إنه وضع قدم في الدور في الدور القادم. طيب نحن لو نظرنا للمنتخب المغربي، المدرب طبعا هو وليد الركراكي المدرب الوطني. أنا بعتقد إنه وليد الركراكي هو يشتغل يعني شغل كبير جدا فني ومعنوي مع المنتخب المغربي. وليد الركراكي هو يعني عمل على يعني خلينا نقول إصلاح كثير مما أفسده المدرب البوسني خليلوزيتش. صحيح، يعني في يعني خليلوزيتش أبعد عدد من اللعيبة الآن، في 3 لعيبة أعادهم وليد الركراكي على رأسهم حكيم زياش نعم. لاعب تشيلسي، وعبد الرزاق حمد الله ما شاهدناه يعني بصورة ونصر مزراوي اللي هو لاعب باير ميونخ وخلق يعني توليفة يعني من المنتخب المغربي اللي هو توليفة أنا بعتقد إنها يعني جمع خلينا نقول 6 أو 7 أندية أوروبية في منتخب واحد. إذا كان عندنا حكيم زياش لاعب تشيلسي، يوسف النصيري من إشبيليا، سفيان بوفال من إنجي الفرنسي، فعندك يعني تشكيلة. أنت أشرف حكيمي لاعب الريال السابق ولاعب باريس سان جيرمان، فهذول كلهم لعيبة أنا بعتقد إنه ما ميز المنتخب المغربي عن المنتخب التونسي مثلا وهم جيران، يعني الاحترافية العالية. صحيح، اللي مشبعين بها لعيبة المنتخب المغربي، وانهم كانوا داخلين لكل جيم هم عارفين وات ذا ايم اوف ذا جيم، غرضهم الهدف من المباراة المعينة. والمنتخب المغربي الصورة اللي ظهر بها انا بعتقد بانه من افضل يعني ما يمكن انه يقدم منتخب عربي هو ما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطولة حتى الآن. طيب يعني مباراة كندا حتى المنتخب المغربي لو خسر وفازت كرواتيا على بلجيكا المنتخب المغربي سيتأهل إلى الدور المقبل، ولكن كندا بكل تأكيد منتخب يبحث عن الظهور بشكل جيد في آخر مباراة ولم يكن سيء سواء كان أمام بلجيكا أو سواء كان أمام يعني المنتخب الكرواتي رغم الهزيمة بأربعة. ولكن كيف يجب أن يدخل وليد الركراكي هذه المباراة؟ لأنه التأهل كمتصدر بكل تأكيد يعني مسألة ستكون قوية جدا، على الأقل تجنب المنتخب الإسباني بكل الذي يعني يتوقع أن يتصدر المجموعة السادسة. نعم، هو وليد الركراكي أنا أعتقد أنه ما حيغير كثير جدا في أسلوبه وفي طريقة لعبه وفي العناصر الموجودة عنده، لأنها أدت له الغرض يعني كما يجب أن يكون. وهو غرضه من مباراة كندا انه هو التعادل او الفوز طبعا يؤهله، لكن كما ذكرت بانه هو البحث عن الفوز بجنب مواجهه المنتخب الاسباني. صحيح، وبيخليه في وضعيه نفسيه ووضعيه فنيه افضل. يعني هو لما يكون متصدر لمجموعته يعني بيكون داخل الدور القادم يعني بوضع افضل نفسيا وفنيا بصوره كبيره جدا. والمنتخب الكندي بالمناسبه هو منتخب ايضا من المنتخبات الجيده، يعني صحيح. يعني حتى في المباريات هو الان ما عنده ولا نقطه طبعا، زيرو نقاط، لكن قدم قله الخبره خذلته فقط. نعم، وهي بالمناسبه يعني اعتقد انها مباراه خطره جدا. صحيح، على المغرب اذا ما دخل بذهنيه فوزه على بلجيكا، والحته دي حنيجي نتكلم عنها بصوره اكبر يعني نتكلم عن المنتخب السعودي. وانا بالمناسبه يعني بعتقد انه فوز المغرب هم الان يعني انت اذا نظرت للاحصاءات ولا كده بتلقى انه فوز المغرب على بلجيكا
يعني موضوع من ضمن مفاجآت كأس العالم، أنا بعتقد أنه ما مفاجأة. فوز المغرب على منتخب بلجيكا يعني ممكن يكون على الورق أنه بلجيكا منتخب مصنف وكذا، لكن بلجيكا ليس من المنتخبات يعني إذا الآن أخذت مثلا هازارد وأخذت يعني لاعبين ثلاثة مثلا لوكاكو أو غيره، المنتخب البلجيكي ما هو المنتخب الثقيل لدرجة أنه منتخب كمنتخب المغرب منتخب جاهز ولديه توليفة 11 أو 12. الكلام ده قاله كيفن دي بروينا، قال هو يستغرب كيف المرشح للفوز بلقب كأس العالم ونحن منتخب من العجائز من كبار السن، قال إحنا كان ممكن الفات أو كده. نعم، وتم انتقاده طبعا على 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 التصريحات دي، وهي دي حقيقة. ما دائما بتكلم كلام منطقي ومنطقي. أيوة فعلا وهي دي حقيقة. لو سمعوا كلامه كان نتائجه حتكون أفضل بكل تأكيد. وأنا أعتقد أنه المنتخب المغربي كان من حقه في هذه المجموعة أنه يفكر في الفول بوينت، أنه يفكر في كل في النقاط كاملة، وفوزه على المنتخب البلجيكي زي ما قلت لك أنا ما بعتبره ضمن يعني ممكن يكون هو مفاجأة بالنسبة للمحللين بالنسبة للتفاصيل الدقيقة، لكن بالإجمال يعني أنا بعتبره أنه فوز عادي لمنتخب متمرس يمتلك لعيبة مشبعين بالخبرة الأوروبية. صحيح، يعني فقط هو توليفتهم في يعني ده شغل الجهاز الفني هنا، توليفتهم ككتلة واحدة. الباكين أشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نصر مزراوي بايرن ميونخ، ما يعني أنت أعلى ليفل في الكورة. ما أنا أنت الآن عشان كده بقول لك لما تيجي تأخذهم كعناصر أنت، ما هو الكرة بالمناسبة يعني المونديال ده إذا أدانا يعني حاجة إضافية كبيرة جدا، نقول بأنه الكرة أصبحت لا تخضع للأسماء. صحيح. يعني الكرة أصبحت تنظيم وأداء داخل الملعب. يعني زمان الكرة بتاعت الون مان شو بتاعت ماريدونا وبتاعت روخ خوليت يعني بيلي، الكرة الآن الكرة أصبحت أنه أنت داخل الملعب الأكثر تنظيما والأكثر جاهزية هو من ينتصر. صحيح، وهذا ما فعله المنتخب المغربي. إن شاء الله نتمنى التوفيق. نعم. طبعا للمنتخب المغربي وتعالوا متصدر لهذه المجموعة. الآن نفتح باب الحديث عن جاكم الأسر. 90 دقيقة مرتقبة لصناعة التاريخ للأخضر السعودي أمام منتخب المكسيك من أجل تكرار إنجاز مونديال أمريكا 94 عندما شاركت السعودية لأول مرة في تاريخها في نهاية كأس العالم ونجحت في أن تتأهل للدور 16 قبل أن تخسر أمام المنتخب السويدي بثلاث أهداف لهدف واحد في واحد، طبعا من أجمل المونديالات بشكل عام أمريكا 94 وكذلك واحد من أجمل الآداء إن صح التعبير للمنتخبات العربية في كأس العالم. المنتخب السعودي أيمن صنع الحدث بفوز كبير وتاريخي على منتخب الأرجنتين، خسر بعد ذلك أمام بولندا ولكن لا زال يمتلك فرصة كبيرة للعبور والتأهل إلى المرحلة المقبلة. نعم، هو المنتخب السعودي أنا بقول العنوان العريض له في هذا المونديال هو المفاجأة السعيدة في المونديال. نعم. المنتخب السعودي يعني ما قدمه أمام المنتخب الأرجنتيني حقيقة يدرس للمنتخبات العربية وغير الشكل يعني شكل النظرة للمنتخب العربي ورفع سقف الطموح لكل المنتخبات العربية، وهي كانت يعني هي دي المفاجأة، يعني فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بكل الزخم اللي كان موجود وبكل النجوم الموجودة في الأرجنتين بقيادة أفضل لاعب في العالم أو ثاني لاعب أفضل في العالم مشاركة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هي دي كانت المفاجأة حتى الآن، هي أكبر مفاجأة في المونديال كونك أنت تفوز على المصنف الثالث عالميا، فهذا بيعطيك ريكورد وبيعطيك يعني دفعة معنوية كبيرة جدا للمنتخب السعودي. طيب التفوق الحدث من المنتخب السعودي حتى مباراته أمام بولندا لم يكن يستحق فيها الخسارة قياسا على الأداء. صحيح. لم يكن يستحق فيها الخسارة. أنا يعني برجع التفوق الكبير للمنتخب السعودي وظهوره الفني يعني الفاجأ كثير من المتابعين في منافسة كبطولة كأس العالم، المدرب هيرفي رينارد. المدرب هيرفي رينارد هو يعني أولا هو تشبع بالخبرة في المنتخبات الأفريقية والمنتخبات العربية. هيرفي رينارد غاد منتخب زامبيا لتحقيق كأس أمم أفريقيا 2012، وبعدها مباشرة حدثت له مشكلة وانتقل بعدها لمنتخب ساحل العاج في 2014 وحقق مع أمم أفريقيا 2015 مباشرة، وسبق له أن غاد المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. فهو أنا بعتبره إن لم يكن المدرب الأذكى في كأس العالم الآن هو من يعني ممكن يكون من أذكى إذا خطيت توب 3 يعني كوتش في المونديال، هيرفي رينارد واحد من هؤلاء
المدربين. يعني الشغل الفني والشغل النفسي اللي اشتغله هيرفي رينارد خصوصا في مباراة الأرجنتين. يعني مباراة الأرجنتين أنت الشوط الأول النتيجة اللي أنت طلعت بها من الشوط الأول في مباراة الأرجنتين، أي مدرب تاني يعني كان حيكون مستسلم نفسيا، وده حينعكس عليه في استسلامه الفني، عكس فيليكس سانشيز اللي تحدثنا عنه وأشبعناه ونقدا في مع المنتخب القطري. الشغل اللي اشتغله هيرفي رينارد في غرفة الملابس مع اللعيبة كان له مفعول السحر فيما قدمه المنتخب السعودي في الشوط الثاني، وقلب به النتيجة وقلب به كل التوقعات. يعني أنا بأخذ مثال بسيط، يعني غير المحاضرة اللي هو الحماسية اللي ألغاها للعيبة بعيدا عن الجوانب التكتيكية اللي هو أصلا كان محضرة قبل المباراة وما كان محتاج لأنه في الربع ساعة يشرح كثير يعني سواء بعض التوجيهات. يعني هيرفي رينارد يا محمد خير في غرفة اللعيبة يعني قال لهم أنه والدتي جات من فرنسا خصيصا لمشاهدتكم ولمتابعة أبنائي اللي أنا بدربهم، فقال لهم لا تخذلوني. يعني الجانب أنا دائما بركز على الجانب المعنوي، لأنه المدرب إذا كان دخل غرفة اللعيبة بين الشوطين بإحباط وصدر هذا الإحساس للعيبة ما كان صدقني ما كان حيقدموا ولا 10% مما قدموه في الشوط الثاني لمباراة الأرجنتين. في ناحية ثانية دي أنا يعني بعتقد أنه المسؤولين عن كرة القدم عموما في السعودية من وزارة الشباب أو الترفيه إلى الاتحاد إلى اللجنة الفنية المسؤولة من المنتخب، أنا أعتقد بأنه نجحوا بصورة كبيرة جدا في إعداد المنتخب وفرضوا عليه يعني عازل من كل الضغوطات اللي هي كانت عكس مع المنتخب مع المنتخب القطري. كل المسؤولين حتى في الديوان الملكي السعودي كلامهم كان مع لعيبة المنتخب الوطني والرسالة ما قبل مباراة الأرجنتين إنه ألعبوا كورتكم صحيح متعوا نفسكم وإنتوا بتلعبوا. شافت الفيديو الكبير بتاع سمو الأمير محمد بن سلمان قالوا داركم تستمتعوا بس وإنتوا بتلعبوا لمنتخب منتخب محترم ومنتخب كبير قدموا كورة. ده كل الكلام. في حاجة تانية برضو دي كانت في غرف اللعيبة في جميع الغرف الطاقم الفني واللعيبة كان في يعني نظام لافتة موضوع على فوق الأسرة بتاعتهم مكتوب فيها اللي يلعب لهذا المنتخب لا يعرف الخوف. فتخيل يا محمد خير انه الدافع انت لما تجي قايم ماشي على التمرين وراجع من التمرين وماشي على المباراه وكل لحظه انت بتقرا الكلام ده، فده من ناحيه بيعطيك الثبات الانفعالي والثبات النفسي صحيح. داخل الميدان بانه انت ممكن تلعب قدام اي منتخب وتلعب قدام اي لاعب. الحاجه الثالثه اللي برضه كانت بالنسبه للاعداد، الصحفيين الارجنتينيين قبل المباراه كانوا دائما بيتوجهوا بسؤال للاعيبه المنتخب السعودي بيسالوهم شعورك وانت تلعب امام ميسي. فهو ده طبعا كان سؤال خبيث وفيه دهاء اعلامي كبير جدا بانه دارين يصدروا احساس انه لعيبه المنتخب السعودي مبهورين بانه حيواجهوا ميسي، وده ينعكس سلبا على الاداء داخل الميدان وينعكس على الجمهور في المدريات. لكن كان في اجابه واحده دي تقريبا انا اعتقد انه دي يعني كان في معيد نفسي وراء هذا الكلام، كانت الاجابه الوحيده بانه نحن ما ماشيين نلعب كرة تنس، نحن ما ماشيين نلعب كرة تنس في منافسة فردية، نحن ماشيين نلعب أمام منتخب. طيب خلينا نشوف شعور لعيبة السعودية لما تلعب مع ميسي. ده شعور لعيبة السعودية لما تلعب مع ميسي. أيوة. وهم ترجموا الشعور ده كأداء داخل الميدان، وهو طبعا في يعني هو الجانب النفسي ده في النهاية ما أنت فيه، يعني كونك بتلعب أمام أفضل لاعب في العالم، يعني ما في شك يعني لا تأثيره. لكن لما يكون في يعني عوامل اخرى بتقلل منك الضغط ده وبتديك احساس انه انت مفترض امام افضل لاعب في العالم انت تقدم افضل ما عندك، وده اللي حصل في المنتخب السعودي. في ناحيه ثانيه اللي هي قبل احنا تكلمنا عنها عن ناحيه الكواليتي النوعيه بتاعت اللعيبه، المنتخب السعودي يا احمد خير هو افراز لدوري قوي صح، اقوى دوري عربي ومن الاقوى في اسيا. انا اعتقد انه يعني ممكن يعني هو الدوري السعودي في بعض المباريات يشعرك بانك انت بتشاهد في مباراه في دوري اوروبي صحيح، حتى على المستوى الجماهيري والتنظيمي كله. يعني اول شيء البنيه التحتيه اللي توفرت في السعوديه، الامكانات اللي توفرت في السعوديه، الامكانات المتوفره للانديه، الدعم اللي بتجده الانديه حتى الانديه اللي ممكن نقول عليها متوسطه الوضع صحيح. المادي عندها دعم بيوفرها من الاتحاد السعودي. فكرة القدم في السعودية كدوري هو أصبح يعني دوري قوي لدرجة إنه الآن المنتخب السعودي تقريبا كل اللعيبة من داخل السعودية. يعني المنتخب السعودي فيه 12 لاعب من الهلال، تخيل 12 لاعب من الهلال، فيه 3 لعيبة من الشباب، 5 تقريبا من النصر، 2 من الأهلي، وفي لاعب من الاتحاد وأبها والفتح.
ديل ال 26 لاعب الان اللي قدموا لنا المنتخب السعودي ما فيهم ولا لاعب يلعب خارج السعوديه. صحيح. لكن بنجد انه عندهم 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 اللمسه الاحترافيه بصوره نعم. كبيره جدا لانه صحيح. الدوري السعودي نفسه يعني دوري متطور جدا. المنتاليتي العقليه اللي لعبوا بها في مباراه السعوديه ومباراه بولندا كانت عقليه احترافيه، ما حسينا احنا امام منتخب عربي اصلا. طيب ايمن يعني نعم. ما هي الطريقة المثلى الآن؟ منتخب السعودية أمام فرصة كبيرة أمام منتخب المكسيك والذي هو أيضا الآخر لم يفقد فرص التأهل بالمناسبة. يعني مباراة صعبة أمام تاتا مارتينو المدرب الأرجنتيني المعروف. كيف يجب أن يلعب هيرفي رينار هذه المباراة؟ طيب أنا أعتقد إنه المنتخب السعودي يعني بعد ما قدم يعني مباراة في التوب أمام المنتخب الأرجنتيني وعاد وقدم مباراة ممتازة جدا أمام المنتخب البولندي، هو الوضع نفسه في 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 هذا المحك بسبب بعض الاخطاء الهجوميه اللي كانت صحيح. امام منتخب بولندا شاهدنا فيها التسرع. انا بتكلم عن الكلام ده عشان اقول انه الاشياء دي اذا المدرب فطن لها، وانا اعتقد بانه بكل تاكيد حيكون فطن صحيح. لها وعالجها بالنسبه للمباراه القادمه، المنتخب السعودي بكل يعني بكل اريحيه انا بقول امام المنتخب المكسيكي ممكن يحقق الفوز، برغم انه المنتخب المكسيكي والمنتخبات اللي لها وزنها والمنتخبات صحيح. الثقيله والمنتخبات يعني مصنفه، لكن قياسا على مستوى المنتخب السعودي انا بقول التسرع والشفقه الزايده ومحاوله يعني سقف الطموح. انا الفرق بين المباراه السعوديه مع الارجنتين ومباراتهم امام بولندا هو الضغط. في المباراه الاولى كانوا خاشين انه بس نلعب كوره، في مباراه بولندا جو داخلين على اساس انه نحن فزنا على ارجنتين ليونيل ميسي، فيعني زي ما بيقولوا كسر رقبه انه نحن لابد انه نحقق الفوز امام منتخب بولندا، وكان عليهم الضغط عالي وسقف الطموح ارتفع لدرجه كبيره جدا. هيرفي رينارد يجب انه يشتغل على الحته دي بانه يعود المنتخب السعودي يثبت اقدامه على الارض ويركزوا المهاجمين، وقبل التركيز على الهجوم بانه خط الدفاع يجب انه التنظيم فيه يكون عالي، والمنتخب السعودي ما يحاول يندفع حتى يعني ثلاثي او رباعي خط الدفاع نعم. ما يتقدم في ظل يعني اصابات كثيره ضربت المنتخب السعودي صحيح نعم قبل واثناء المونديال وعندنا سلمان الفرج طبعا غادر المعسكر نعم. واصيب، وطبعا دي يعني سلمان الفرج ده بالمناسبه نموذج للروح اللي بيلعب بها المنتخب السعودي اضافه للتميز الفني، الروح الموجوده في المنتخب السعودي ما شفناها بنفس الغدر في بقيه المنتخبات. سالم نعم. الفرج سلمان الفرج تعرض لاكثر لحوالي 20 اصابه في اخر 5 سنوات واغلبها كان مع المنتخب، والان صحيح. تعرض لكسر، وهناك برضه ياسر الشهراني برضه نعم اثنين صراحه من العناصر المهمه أيوة جدا في تشكيله هيرفي رينار يعني، لكن يعني البدلاء قادرين على التعويض تماما نعم. دكتور ايمن لطيف المحلل الرياضي المعروف اشكرك جزيل نعم. الشكر، كانت هذه رحله الان فيها المنتخبات العربيه، وان شاء الله نشوف على اقل تقدير السعوديه والمغرب في الدور المقبل نعم إن شاء الله. والله نتمنى ذلك وانا اعتقد بانه يعني كاس العالم زي ما قلنا المونديال هذه المره يعني ادانا مفهوم بانه يعني في مفاهيم كثيره اتغيرت، وبانه اي منتخب منظم واي منتخب يعمل وفق خطه زمنيه معينه وفق استراتيجيه شامله من الدوله ومن اتحاداته يمكن ان يقدم كره قدم جميله ويمكن ان ينتصر على اي منتخب يواجهه. صحيح، شكرا لك دكتور ايمن لطيف. بعد الفاصل نستقبل نجم الهلال السابق الكابتن نادر منصور. طبعاً.